معك يا الفهادي. ها هي تشاهدونها غياهب غياهب مع شكلها الممتاز أداءها الأميز والشلفة الشلفة الشلفة في هذا المساء الجميل. تهانينا تهانينا يا الفهادي تهانينا. هنا أيضا لطالب الفهادي على هذا الناموس، ناموس غياهب وانتزاعها للشلفة. يعني فلاح بن سعود بن ناصر العجمي هنا مع أيضا التتويج، وطالب بن سعود وناصر بن سعود الفهادي. فلاح بن سعود الفهادي تستاهل فوز غياهيب برمز الانتاج وجعلنا مسند. تستاهل خير ابو بريك وجزاك خير ما شاء الله. وش سلالتها؟ ابوها نجد الفهادي وامها بنت النشمي كلها انتاج. وش مشاركتها قبل الشوط الليل؟ شاركناها في المرموم جاب ثاني افضل تيم، شاركناها في المحلي الخامس خدت سياره، طوفناها المحلي السادس جهزناها للرمز. فوزك برمز ميدان التحدي مع كبار الملاك يعني لك الليل؟ يعني لي شيء كبير ما يحتاج. اول رمز؟ ثاني رمز. ما شاء الله. وش الرمز اللي كان قبل الليل؟ هذا كاس الخليج على المدعي عندنا بوت. ما شاء الله. الله يوفقك، هذا الفوز انه مسلم انت تهدي. اهديها اول شيء لابوي ابو حمد الله يطول عمره، واللي تعب وهو اللي جابها واللي ولدها وعلى قولتهم. انتاج. انتاج نعم. بيض الله وجهك. واهديها لكافه اهل الكويت. بيض الله وجهك، شكرا جزيلا. الفخر والعز تاتي بالعزايم، حاجتين تضمن ان الله ضمنها، سجلوها واعلنوا ناموس تايم، فرحة من عشاء ما سج منها.